بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول العلاقة الزوجية. إن علاقة الرجل بزوجته علاقة لا تشبهها أي علاقة أخرى في عالم الحياة الإنسانية، فهي علاقة مميزة. لذلك حينما يتحدث الفقهاء عن عقد الزواج فإنهم يعتبرونه عقدا مقدسا فيه روح العبادة، والله جل شأنه في القرآن الكريم يتحدث عن هذه العلاقة بشكل لا ترقى إليه أي علاقة أخرى بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالعلاقة الزوجية هي علاقة سكن، ويعني الإطمئنان والشعور بالأمان. فكما أن الإنسان في بيته يشعر بالأمن والخصوصية، فكذلك في العلاقة الزوجية ينبغي أن يكون هذا الشعور موجودا. والمودة تعني مشاعر الحب المتبادلة بين الزوجين، والرحمة تعني العطف والشفقة، خاصة حينما يحتاج أحد الطرفين إليها من الآخر. وقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. هناك حالات في مجتمعنا الإسلامي، ألا وهي الإساءة للزوجة. عندما تصدر من الزوجة إساءة اتجاه زوجها، فإن النصوص الدينية تتوجه للرجل وتخاطبه باعتباره ربا للأسرة وقائدا لهذه المؤسسة العائلية بأن يستوعب هذه الإساءة. ولذلك تؤكد النصوص أن من حق الزوجة على زوجها أن يغفر لها جهلها وخطأها إن أخطأت، لا أن يقابله بالضرب والإهانة والسب. والمرأة كالرجل، فكما أن الرجل معرض للخطأ فهي أيضا معرضة للخطأ، وخاصة مع أعباء الحياة والظروف التي تعيشها هذه الامرأة. في بعض الأحيان يكون الزوج حادا وقاسيا فيما يتطلبه من زوجته، فلا يقبل منها خطأ، ويعتبر أن أي خطأ من الزوجة مبرر لمعاقبتها ولإهانتها وضربها، وهذا خطأ لا يغتفر. على الرجل أن يتفهم جيدا حقوقه التي أقرها الشرع على زوجته. وهنا يجب أن يعلم الرجل أمام الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هناك شأن معين من زوجتك لا يعجبك، ولكن عليك أن تعرف أنها كإنسانة لها خصائصها وطباعها، ولم يخلقها الله سبحانه وتعالى وفق مزاجك. وعلى الرجل أن ينظر إلى الجوانب الإيجابية لدى زوجته ولا يركز على الجوانب السلبية فقط إذا كانت هناك سلبيات. لقد أكد القرآن الكريم على أن الشكل الوحيد المقبول للعلاقة الزوجية هو المعاشرة بالمعروف، ولا يمكن أن يقبل الشرع بعلاقة زوجية لا تقوم على هذا الأساس. وفي القرآن الكريم 12 موردا يتحدث عن العلاقة الزوجية بالتأكيد على مبدأ المعروف بقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والآية الكريمة: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تؤكد أن العلاقة الزوجية أما تكون قائمة على مبدأ العلاقة بالمعروف، وإلا فإن البديل تسريح بإحسان. ولذلك أفتى الفقهاء بأن الزوج إذا لم يتعامل مع زوجته بالمعروف فإن لها أن تشكوه للحاكم الشرعي. وفي استفتاء قدم للمرجع الراحل السيد الإمام الخوئي رضوان الله عليه عن حكم رفع الصوت على الزوجة في مقام حدوث أمر لا يعجب الزوج، هل يكون من باب أذية المؤمن المحرمة؟ أجاب رحمة الله عليه: ما علم أنه يؤذيها لا يكون من المعاشرة بالمعروف. وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله: وخير رجال أمتي من رفق بزوجته ولطف بها وعاش معها بعطف وحنان، كما تعطف الأم على ولدها وتحن إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.